بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين الغر الميامين المنتجبين، لا سيما ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وأول المظلومين وأصبر الصابرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. مظلوم يا غريب كربلاء، سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ألا يا عين جودي واسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين صام الهجير وقام ليلا يناجي الله رب العالمين. إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظرين، وكنا قبل مقتله بخير نرى المولى رسول الله فينا. يقيم الدين لا يرتاب فيه ويقضي بالفرائض مستبينا، فلا والله فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين. ألا أبلغ معاوية ابن هند فلا قرت عيون الناظرين فلا قرت عيون الناظرين يا أوفي شهر الصيام فجعتمونا، أفي شهر الصيام فجعتمونا يا
بخير الخلق طارا أجمعين. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما ألقي إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب أمير المؤمنين الثانية بأعلى منها. وعلى حب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء الثالثة بأعلى منهما. أجد نفسي في هذه الليلة أمام بحر لا يملح، أمام عملاق لا يجارى، أمام جبل من الفضائل لا يدانى، وأنا يحيط الواصف مدحك، وأنا يحبط الطاعن قدرك. أنت أحسن الناس عباده وأخلصهم زهاده وأمنعهم عن الإسلام، وفي مدح الله لك غنى عن مدح المادحين وتقريض الواصفين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، صدقوا حمزة وجعفر وعبيدة بالشهادة بالدم، سجلوا موقفهم لله. ولكن أمير المؤمنين وهو لا يزال حي على قيد الحياة صدق ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بحر من الفضائل لا يبلغ قعره ولا يدرك طرفاه. كنت أول القوم إسلاما، أفضلهم مناقب، أكرمهم سوابق، وأشبههم برسول الله سمتا وهديا وقولا وفعلا. كانت في علي كما يقول الإمام الباقر عليه السلام سنة ألف نبي، بل إن الله سبحانه وتعالى استخلص الصفوة من خير خصال النبيين فورثها في علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: من أراد أن ينظر في إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها، وإلى شيث في حكمته، وإلى إدريس في نباهته، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في بطشه وشجاعته، وإلى عيسى في عبادته، وإلى محمد في فضله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلينظر إلى علي بن أبي طالب: أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى.
علي تاج رأسي، علي مني بمنزلة رأسي، من بدني سبك سبي، حربك حربي، فعلك فعلي، قولك قولي. صفات تجمعت كلها في واحد عصره في علي عليه السلام. نأتي إلى هذا المكان لنتعرف على علي. دخل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يرويه ابنه عبد الله على رسول الله: كنا جلوسا عند النبي وإذا بعلي عليه السلام يدخل عليه، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحا بمجيء أمير المؤمنين، فقال له العباس: يا رسول الله، هكذا تحب عليا؟ فقال: يا عم رسول الله، والله الله أكثر أشد حبا لعلي مني. وإن الملأ الأعلى في السماوات لأكثر معرفة بعلي من أهل الأرض. نأتي إلى هنا لنتعرف على أمير المؤمنين، فإذا تعرفنا عليه تأثرنا به، وإذا تأثرنا به اقتدينا بنهجه، لئلا نكون ممن يرفع شعار أمير المؤمنين في هذه الدنيا ولكن يقيم على أفعال هي في الحقيقة أفعال أشبه بأفعال معاوية بن أبي سفيان في تكالبه على الدنيا، في انغماسه في الشهوات. فإننا في الآخرة نوزا بإمام زماننا، فإن كنا أشبه به لحقنا به، وإن كنا أشبه في أفعالنا وأعمالنا بعدوه معاوية بن أبي سفيان لحقنا به. كان لهارون العباسي ولد يسمى القاسم. هارون العباسي تعرفوه ظالم مستبد متجبر متكبر طاغوت ظالم. يأتي إليه سيد وزرائه جعفر البرمكي، قال له: إن ولدك هذا عار عليك. قال: وكيف ذلك؟ قال: هذا الولد هو ابن سلطان زمانه الذي كان يخاطب السحاب: أمطري حيث شئتي فخراجك عندي. حكم المعمورة كلها، لكن ابنه كان يلبس الملابس الرثة ويأكل الأكل الأجش، وكان لا يبيت في قصر أبيه، وكان يخالط الفقراء. قال: هذا عار عليك، هذا لا يدنو منك، هذا لا يريد من دنياك شيئا. فقال: أنا أعرف داءه ودواءه. فناداه، جاء إليه، قال: أبا، لعلك لأنك لم تذوق الحكم صرت عازفا عن الدنيا، فإني قد قررت أن أوليك مصر. ومصر كما وصفها عمرو بن العاص: أرضها ذهب، نساؤها لعب، ورجالها تبع لمن غلب، تفعل بالخراج ما شئت. فقال لأبيه: لا أريد دنياك، ولا أريد الإمرة، ولا أريد الحكم، أنا أريد أن أقتدي بسيدي ومولاي أمير المؤمنين. ثم هرب من أبيه وتوجه إلى البصرة. يقول عبد الله البصري: تتبعت أحواله إلى أن دنا منه الأجل، قال: خذ هذا قرآني، أعطه لشخص يتلو على قبر القرآن بعد وفاتي، وخذ هذا الخاتم وأعطه لأبي، وقل له أنني لا أريد من أموال الدنيا شيئا، ومن أموالك المغصوبة شيئا، حتى هذا الخاتم الذي أعطيتني إياه خذه إليك. وهو في تلك الحالة
اقتربت منه المليح وأخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وإذا ببصره ينشد إلى زاوية من زوايا الغرفة، ثم قال: السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. ثم توجه إلي وقال: انصرف، لقد حصلت على ما أريد، هذا أمير المؤمنين قد جاء إلي. إذا تأثرنا في أمير المؤمنين، إذا انشددنا إلى أمير المؤمنين، إذا أحببناه ذبنا فيه، فإذا ذبنا فيه ذبنا في جميع الفضائل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم ابن عمي جعفر وعمي حمزة وبين أيديهم طبق من الرطب يأكلون منه، فقلت لهما: بأبي أنتما وأمي، ما الذي ينفع في الآخرة؟ فقالا لي: آباؤنا وأجدادنا لك الفداء يا رسول الله، وجدنا أن الذي ينفع في هذه الدنيا، وجدنا الذي ينفع في الآخرة سقاية الماء وحب علي بن أبي طالب. وذلك لأنه جسد الفضائل كلها، حتى قال جورج جرداق: ذلك الرجل المسيحي الذي لم يتخلى إلى آخر يوم من أيام عمره عن مسيحيته، قال: بحثت عن المناقب كلها فوجدتها متجسدة في أمير المؤمنين فاعتنقته، ولم يتخلى عن مسيحيته، ورغم أن أعداءه سعوا في إخماد تلك الفضائل وحجبها لمدة 100 عام، على 70 عاما، وعلى 100,000 منبر يسبوه يشتموه، حتى قال ابن أبي الحديد: ما أقول في رجل أخفى محبوه فضائله خوفا كما كان يتكتم رسول الله بنفسه على فضائل علي. يا علي، لولا أن أخاف أن تقول طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك كلمة ما تمر بها على ملأ، ما تمر على ملأ إلا وأخذوا من تراب نعليك ومن طهورك ما يستشفون به، إلا أنه حسبك أنك مني يا علي، لولاك لم يعرف المؤمنون بعدي. والروايات الجمة التي وردت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، الذي كان يقتدي برسول الله في كل خطوة وفي كل كلمة وفي كل لقمة، حتى أنهم حينما جاءوا إليه بالفالوذج نحاه عن نفسه، فقيل: أتستحرمه يا علي؟ قال: لا، ولكن رسول الله كان يأكل أجش من هذا، وكان يلبس أخشن من هذا، فأخاف إن لا أفعل، إن لم أفعل أن لا ألحقه. حتى قال هو في وصف علاقته برسول الله: كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، ولو رأينا كيف يمشي الفصيل خلف الناقة لما وجدنا إلا مواضع رجل الناقة، ولا نجد موضعا لرجل الفصيل. اتباع الفصيل إثر أمه في كل سكون وحركة، وفي كل قيام وقعود، وفي كل صلاة وسجود وركوع، حتى قال القائل حينما اقتدى بأمير المؤمنين بعد مرور المدة وبعد مجيء الخلفاء، اقتدى به في الصلاة، فقال: صلاته ذكرتني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأثر فيه اليهود والنصارى ومن لا يدين إلى الله بدين، ومن لا يتأثر بعلي؟ جاءت
سودة الهمدانية إلى معاوية تشكو إليه وليا ولاه على همدان، قائلة له: يا أمير، لقد أمرت بسرى بن أرطات فجار في الحكم، ظلمنا، قتل رجالنا، ولولا الطاعة لأريناك ما تكرهه، فإن عزلته شكرناك، وإن أبقيته عرفناك. فقال: أتهددينني يا سودح؟ والله لأضعك على ناقة ثم أبعثك إليه ليعلم ما يفعل بك. صلوا على محمد وآل محمد. فلما سمعت وعيده وتهديده قالت: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العادل مدفونا. فقال معاوية: من تقصدين؟ قالت: ما أقصد إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جئته شاكية من وال أمره علينا، فكان بيننا وبينه ما بين الغث والسمين، صارت عندنا مشاكل وياه، فجئته وهو يؤم المسلمين في جامع الكوفة والآلاف المؤلفة تصلي خلفه، فما إن أحس بشبح امرأة إن فتل من صلاته، نظر إلي فقال لي بكل رأفة وحنان: هل لك حاجة؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، هذا الوالي الذي أمرته علينا. شكوت إليه حال الوالي، فبكى أمير المؤمنين، رفع يديه إلى السماء: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل، ما أمرتهم بذلك. ثم أخذ شيئا من جلد الغزال وخط فيه عزل ذلك الوالي: فإذا أتتك هذه المرأة فخذ هذا الكتاب بيدك حتى يأتي الوالي الذي يأتي بعدك ويأخذه منك وأنت معزول، ولا ختمه بختم ولا وقع عليه. فلما سمع معاوية ذلك راعه الخبر، قال: نعم هكذا كان علي. ثم أمر لها أن يعدل في الحكم، فقالت: فقط أنا لو أهلي وعشيرتي؟ فقال: ما لك ولقومك؟ فقالت: إن ذلك لقبيح، أن تخصني بالحكم دون أهلي وعشيرتي. فقال لها: والله ما جرأكم على السلطان إلا علي بن أبي طالب، الناس كانت تخشى الحكام، ولكن أمير المؤمنين، الولاة عادة، الناس عادة تشتكي ظلم الولاة، وأصبحت أشكو ظلم رعيتي. حتى تكلم ذلك الرجل مع اليهودي فقال: أريد أن أرى أميركم وإمامكم. قال: هب تعال معي لأريك أميرنا وإمامنا. وإذا بأمير المؤمنين مستلقي تحت شجرة، قال: هذا أمير المؤمنين. فتعجب ذلك اليهودي ثم قال: عدلت فاطمأننت، لا تخاف من أحد لأنك عدل لا تجور. ولذلك لم يقبل أن يمشي معه الحرس حتى وإن كان ذلك الحارس هو الحسن أو الحسين عليه السلام، وكان يقول: إني أكره خفق النعل خلفي. هذه الأمور هي التي تصنع الغرور للحاكم، أكره ذلك، لا أرضى بذلك أبدا. لا أريد أن أطيل عليكم، هذه الليلة ليلة مهمة، ليلة ضربة أمير المؤمنين وليلة القدر الأولى. أمير المؤمنين كان أحيانا يقف تحت الشمس الحارقة في الكوفة، يراه أصحابه: مما وقوفك يا أمير المؤمنين؟ فيقول الإمام: عل طالب حاجة، يمر يحتاج إلى مساعدة حتى أكون في خدمة ذلك المحتاج. في يوم من الأيام رأى جارية تجلس على قارعة الطريق تبكي، لا يمر على
هذه المظاهر مرور الكرام، مروءته تمنعه من ذلك. فجاء إليها قال: مما بكاؤك؟ فقالت: إن موالي أعطوني درهمين لأشتري بهما شيئا من التمر، فذهبت إلى السوق واشتريت بعض التمر، وحينما عدت إليهم لم يعجبهم التمر، فطلبوا مني أن أرجعه إلى التمار، فذهبت إليه لكن التمار امتنع: اشتريتي من عندي، بعد ما يصير ترجعي. فأنا الآن مغضوب علي من قبل موالي، لا أستطيع أن أرجع إلى البيت. فقال لها: قومي حتى آتي معك إلى التمار. أمير المؤمنين، سيد الوصيين، قائد الجيش، الحاكم المطلق الذي أعطته الأمة البيعة على أن تقتل دونه، يمشي معها، يذهب إلى السوق، ثم يقول لبائع التمر: من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. الرجل لم يعرف أمير المؤمنين، غضب فضرب أمير المؤمنين في صدره ودفعه. الناس، الحضور، من رأى ذلك الموقف قالوا له: تعرف من هذا؟ هذا فاتح خيبر، هذا مزلزل الأحزاب، هذا مجندل عامر، هذا قاتل مرحب، هذا أمير المؤمنين. فتغير لون الرجل وأراد أن يسقط على الأرض ويقبل قدم الإمام. الإمام قال: لا حاجة لك إلى ذلك، أعفو عنك إن أصلحت أمرك، إن أصلحت أمرك. يرى تلك المرأة هذه القضية التي ذكرها سماحة الشيخ علي، يرى امرأة تحمل ثقلا على رأسها، تعجب، هاي المنظر مو مألوف، هاي المنظر مو مفروض نشوفه في بلاد الإسلام، في بلد يحكمه أمير المؤمنين، عدل أمير المؤمنين ينبغي أن يسود. فجاء إليها مع قنبر: ليش شايلة هذه الحاجة؟ فبدأت تشتم أمير المؤمنين: هو الذي بعث زوجي إلى الحرب، قتل، أنا الآن أعول الأطفال، ما أتمكن أن أعولهم، فيجب أن أشتغل، أن أعمل. فذهب معها إلى البيت، البيت خالي، ما عندها شيء من الطعام. فأمير المؤمنين قال لها: آتيك غدا بالطعام. ثم الرواية تقول: وبات ليلته قلقا. إيتوني بحاكم واحد على مر التاريخ هكذا يستشعر آلام رعيته. وبات ليلته قلقا حتى إذا بزغ الفجر أسرع أمير المؤمنين وقنبر إلى السوق، فاشترى بعض اللحم وبعض الحاجات الضرورية من السوق، ثم جاء إلى بيت تلك المرأة، طرق الباب، قالت: من أنت؟ فقال: أنا العبد الذي كلمتك يوم أمس، أنا ذلك العبد اللي جيت سألت عنك وعن أوضاعك، وهي لا تعرف أمير المؤمنين. فتحت الباب فقال لها: أتريدين أن أعينك على الطبخ أم على الخبز؟ فقالت: إني أبصر باللحم. فذهبت تطبخ اللحم، أمير المؤمنين يسجر التنور ويقول: ذق يا علي لما فعلت، لما ضيعت من حقوق اليتامى. ثم أخذ يلاعب الصبيان والصغار، يضعهم على ظهره، حتى جاءت جاره لهذه المرأة تعرف أمير المؤمنين، دخلت داخل الدار فرأت أمير المؤمنين يلاعب الصبيان ويعين المرأة على حاجاتها، فذهبت إليها مسرعة: تعرفين من في بيتك؟ قالت: لا والله، رجل صالح. وكانت في هذه الأثناء تنال من علي بن أبي طالب: هو الذي بعث زوجي، أنت رجل صالح، أنت تعينني، ولكن علي بن أبي طالب نساني، علي بن أبي طالب غفل عن أمري، وهو لا يحدثها عن شخصيته ومن هو. فقالت: هذا علي بن أبي طالب، هذا أمير المؤمنين. فعادت إلى الإمام، قالت له: يا أمير المؤمنين، وحيائي منك، أنا ما كنت أعرف أنت أمير المؤمنين. فبماذا أجابها الإمام؟ قال: بل أنا وحيائي منك يا أمة الله.
في ليلة 19 من شهر رمضان، كان في كل ليلة من ليالي الشهر يبيت عند واحد من أولاده، وكان في تلك الليلة في دار ابنته أم كلثوم. البنت حينما تستضيف والدها تحب أن تكرمه، ولكنها تعرف طباع أبيها، فرشت له الخوان وجاءت إليه بشيء من اللبن وبخبز الشعير وبالملح. لما نظر الإمام إلى السفرة إلى الطعام استعبر ثم بكى، قال لها: إدامان على خوان، نوعين من الأكل على سفرة واحدة، أتريدين أن يطول وقوفي أمام رب العالمين يوم القيامة؟ فإنه من طاب مأكله ومشربه وملبسه طال وقوفه يوم القيامة. فأرادت أن ترفع اللبن أمرها، أرادت أن ترفع الملح أمرها أن ترفع اللبن، فكان زاده تلك الليلة شيء من خبز الشعير ومن الملح. ثم بعد ذلك استمر في العبادة راكع وساجد، ثم رقد هنيئا وإذا به يقوم مضطربا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاضطربت لذلك أم كلثوم، فسألته عن ما رأى، فقال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رؤياي، وقال: ما أشوقنا إليك يا علي، أنت قادم إلينا في هذا الشهر. فبكت لذلك أم كلثوم، فقال لها: لا تبكي، هذا عهد عهده إلي رسول الله، وكنت منذ أمد بعيد أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وكان يقول: متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. وكان يكثر من الخروج والدخول في الدار ويقلب طرفه في السماء وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، إنها والله هي الليلة التي وعدنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له أم كلثوم: ما هذه الحالة التي اعترتك يا أمير المؤمنين؟ فقال لها: والله يا بني، لقد قارعت الأبطال ونازلت الشجعان، ولم تدخلني من الروع والخوف والهيبة ما دخلني الآن، إنه لقاء الله، إنه الموت الذي لا بد منه. حتى إذا اقترب الفجر هم الإمام بالخروج من الدار، اعترضت طريقه إوز كانت للحسن المجتبى، وأخذت تصيح، فنظر إليها الإمام وقال: صوائح تتبعها نوائح. ثم هم بفتح الباب، استعصى عليه فتحه فانحل مئزره، وكأن كل شيء في الوجود يقول: يا أمير المؤمنين لا تذهب. انحل مئزره
فقال الإمام عليه السلام: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم توجه إلى المسجد، صعد المأذنه، وضع إصبعيه في أذنه، ونادى برفيع صوته: الله أكبر الله أكبر. وكان هذا آخر أذان يسمعه أهل الكوفة من أمير المؤمنين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهو عازم على الرحيل ولقاء الأحبة محمد وحزبه: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم أتم الأذان: يا مؤمنين، هذه الليلة هي ليلة الفاجعة. أتم الأذان، أخذ يوقظ الناس، وكان في من أيقظهم ابن ملجم المرادي لعنه الله، وكان مستلق على بطنه، فأيقظه الإمام قائلا: هذه نومة يبغضها الله تعالى، إنها نومة الشياطين، ولو شئت لأعلمتك بما أخفيت تحت ردائك. ثم توجه الإمام إلى المحراب يصلي نافلة الصبح، فقام ابن ملجم وقد هم بالجريمة الكبرى، فتوجه إلى الإمام خلف الأسطوانة التي كان يصلي خلفها الإمام، أتم الإمام الركعة الأولى، ثم دخل في الركعة الثانية، وحينما دخل في السجود، حينما رفع رأسه، نادى اللعين: الحكم لله لا لك يا علي. رفع سيفه وضرب به الإمام على هامته، فصاح جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى. نادى الإمام: فزت ورب الكعبة، قتلوه وهو في محرابه، طاوي الأحشاء عن ماء وزادي، وبكاه الملأ والأعلى دما، وغدا جبريل بالويل ينادي: هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. إليك ما تم يا حامل جار، والله ينصاب يا أمير المؤمنين، إليك ما تم يا حامل جار، ينصاب دمع عليك مثل السيل، ينصاب يا ريت لصوبك بالقلب، ينصاب سالم تظل يا حامل حمية، يا وسالم تظل يا حبيبي، يا
الحمية لما ضرب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام التفت إلى أولاده وقال احملوني إلى منزلي فحملوه والناس حوله يبكون وينتحبون وينادون وإماما أيوا عليا وأمير المؤمنين يا فلا ترى إلا صفق الأيدي على الرؤوس ولا تسمع إلا أصوات النياح والبكاء وكان الحسن والحسين أشد الناس بكاء وحزنا فلما اقتربوا إلى البيت قال عليه السلام انزلوني على الأرض ليش يا أمير المؤمنين فقيل له كيف تمشي وأنت بهذه الحال يا سيدي فقال عليه السلام أخاف على قلب زينب وأم كلثوم وأهلي وعيالي ولكن كأن العقيل زينب واقف عند الباب وهي تنظر ماذا يجري نظرت كأن شخصا يحملونه وكأنها أحست بالأمر فصاحت وأبتاه أيوا عليا ونات ونادت يا المجبلين هل شايلين وياكم منين أنا أسمع هضل وصياح صبيا أخاف إن جت العادي يا طيبين إلك حالة نياحة لا تبقى ساكت هذه الليلة والله لما نسمعها الحسن وحسين ويا زينب زيد الونين ونين ابونا انطبر والراس نصين والله ابونا انطبر والراس نصين أدخل الإمام عليه السلام في منزله وهو مسجن وزينب جالس عند أبيها وهي تنظر إلى والدها وتبكي يا مل اليتيمة حتى تكبر يا بويا يا بويا يا بويا يا علي يا بويا يا بويا يا بويا يا علي يا بويا يا بويا يا زينب من الأجل قرب لا تنوحيني من القلب
بعطب. شنو لسان حال زينب؟ كيف ماذا تشتكي إلى والدها؟ عد من تخليني وياه ليسليني يا أبويا يا أبويا يا علي يا أبويا يا أبويا عني تروح ويهل دمع عيني ما أقدر أشوف منك يا حامل جار وحشة وتخليني مطفية الأنوار يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا علي يا أبويا يا أبويا جددت أحزاني وهيجت أشجاني كأنها ذكرت يوم وماتت والدة وفاطمة. جددت أحزاني وهيجت أشجاني عني يا أبويا تغيب ريت الأجل جاني ما أقدر على فراقك وما أتحمل مصابك. فقد الأبويا صعب تتصارخ ايتامك. انظر هل الطابرة وتجري الدمع عبرة بويا تفارقني سلم على الزهرة. هذا يوم ويوم آخر في كربلاء وهي واقفة عند جسد أخي الحسين وهي تقول بأبي من لا هو غائب فيرتجى. ولي على قلبش يا زينب يا أم المصائب بأبي من لا وغائب فيرتجى ولا جريح فيداوى. يا أخويا وداوي وداوي أي القلب شاجر على ابن أمي والله وداوي تضعضع وانهدم صبري والله وداوي 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 لا مجروح تقعد وداوي. يا أي ولا غايب وقولي عايا يا دلالي